موجز الأخبار من ليبيا الحدث، حياكم الله مشاهدينا. ننوه بداية إلى الخبر العاجل الذي وردنا منذ قليل، حيث تلقى القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر صباح اليوم رسالة هامة من فخامة رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. وبحسب مكتب أعلام القيادة العامة، فقد سلمت الرسالة للقائد العام في مكتبه بمقر القيادة العامة من قبل رئيس جهاز المخابرات العامة بجمهورية مصر العربية لواء خالد مجاور. وفي خبر آخر، حيث استقبل القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورر والوفد المرافق له بمقر القيادة العامة بمدينة بنغازي. وبحسب مكتب أعلام القيادة العامة، ناقش القائد العام للقوات المسلحة مع وفد الصليب الأحمر الأوضاع الإنسانية التي تمر بها البلاد وبعض المدن والمناطق المتضررة بسبب الحرب القائمة ضد الإرهاب والميليشيات الموالية للاحتلال التركي. كما بحث القائد العام أيضا مع ماورر سبل التعاون المشترك في الملف الإنساني وما يمكن أن تقدمه اللجنة الدولية للصليب الأحمر خلال المرحلة التي تمر بها الدولة. أوضح المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب فتحي المريمي أن زيارة وزير الدفاع التركي خلوصي أكار ونظيره القطري خالد العطية لطرابلس تمثل رسالة واضحة إلى الداخل الليبي بشأن محاولة هاتين الدولتين بسط نفوذهما على الأراضي الليبية. المريمي وفي تصريحات له أكد بأن الجيش الوطني بصدد مواجهة أي خطر أجنبي يهدد أمن واستقرار البلاد، فيما لفت بأن قرار البرلمان المصري بالموافقة على إرسال قوات عسكرية إلى خارج البلاد جاء تلبية للمطالب الليبية ولحفظ الأمن القومي المصري والليبي. بحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الأمريكي دونالد ترامب كافة الأوضاع المتعلقة بمنطقة شرق البحر الأبيض المتوسط وليبيا على خلفية التوترات الدائرة في المنطقة من قبل الأتراك. ماكرون وفي تدوينة له أوضح بأنه تحدث مع نظيره الأمريكي حول الوضع الأمني الذي تشهده منطقة المتوسط وليبيا ولبنان، مشيرا إلى أنه تم التوصل إلى وجهات نظر متقاربة حيث تمثلت في المصالح المشتركة بين البلدين والمنطوية تحت تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة. كشف موقع نورديك مونيتور السويدي عن بدء هيئة الأمم المتحدة تحقيقات موسعة في إرسال عناصر الميليشيات السورية والمرتزقة إلى ليبيا. ونشر الموقع وثائقا تؤكد بأن مقرري الهيئة بعثوا برسالة رسمية إلى الحكومة التركية بتاريخ 10 يونيو الماضي للحصول على مزيد من المعلومات حول دورها في تجنيد وتمويل ونقل المرتزقة السوريين إلى ليبيا. ووفقا للإدعاءات التي تم التأكد عليها في الرسالة، قامت تركيا بنشر المرتزقة بشكل فعال في الأزمة الليبية من خلال تجنيد ودفع المرتزقة من عدة مجموعات مسلحة سورية بينهم أطفال، وذلك للمشاركة في العمليات العسكرية بالعاصمة طرابلس دعما لحكومة الصخرات المنتهية ولايتها. وفي خبر آخر، كشف موقع نورديك مونيتور السويدي أيضا عن بدء هيئة الأمم المتحدة في تحقيقات موسعة في إرسال العناصر أو الميليشيات المسلحة السورية إلى طرابلس أيضا بتاريخ 10 يونيو الماضي. ختام الموجز مشاهدينا، لمزيد من الأخبار تابعوا قناة ليبيا الحدث على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر يوتيوب وتليجرام. كما يمكنكم تحميل تطبيق ليبيا الحدث على أجهزتكم المحمولة. كما بإمكانكم أيضا متابعة البث الحي والمباشر عبر الموقع الرسمي للقناة ليبيا الحدث .net. أشكركم على طيب المتابعة، دمتم في أمان الله، إلى اللقاء.